جزاكم الله خيرا. هل يجوز لها الرد على التليفون ومشاهدة التلفزيون وسماع الراديو؟ جزاكم الله خيرا. لماذا شد الرد على التلفون في الأمور التي لا محذور فيها؟ المفاهمة ورد السلام وإجابة السؤال لمن سألها بالتلفون، رد السلام لمن سلم عليها وغير ذلك من الأمور، أو سألها عن شيء فتجيبه، كل هذا لا بأس به. وأما مشاهدة التلفزيون فلا خير فيها، لا للمعتدة ولا لغيرها. ابتعاد الإنسان عنها ولا سيما النساء والأطفال خير له وأبعد لهم عن الفتنة. وأما سماع الراديو فإذا كان في برامج مفيدة كإذاعة القرآن الكريم والبرامج الدينية المفيدة هذا شيء طيب، أو تلاوة القرآن هذا شيء طيب تستمع إليه. نعم. أما الأغاني والتمثيليات والمسلسلات والأشياء المضحكة فإنها لا خير فيها، لا للمعتدة ولا لغيرها. نعم.